تحياتي إليكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي نستكمل فيها بعض المعلومات عن المرحلة التي توقفنا عند سرد أحداثها في الحلقة الماضية. من ضمن الأحداث التي حدثت بعد القبض على السيد الرضا، السيد الصديق الرضا في وادي الفارغ أصبح في حيرة، هو لا يريد أن يرغم الناس على الحرب بعد أن رغبوا في السلام، توجه إلى جالو ثم توجه إلى الجغبوب ثم إلى مصر. بقي الحسن الرضا مع عمر المختار في الجبل الأخضر. قجة بن عبد الله السوداني توجه إلى الكفرة ثم إلى تشاد. قبيل ذلك وقعت عاصمة السنوسية الجغبوب في يد الإيطاليين، توجهت لها حملة كبيرة. في فبراير انطلقت من مساعد وطبرق ووصلت إلى جغبوب واحتلتها. يقول غراسياني احتلال جغبوب كان ضربة عنيفة سددناها لمقام السنوسية وإلى كيانها. اقتصرت العمليات في الجبل الأخضر. حاول الإيطاليون في تلك المرحلة في سنة 1926 الاتصال بعمر المختار لعزله عن أميره ومفاوضته. يبدو أن الأمر بناء على إجابة عمر المختار يبدو أن الأمر كان يهدف إلى عزله عن قيادته الموجودة في ذلك الوقت في مصر. ولذلك رد عمر المختار على الرسالة التي وجهها له الإيطاليون عن طريق الشيخ الشارف الغرياني قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الجنة تحت ظلال السيوف. إلى أخينا سيدي الشارف بن أحمد الغرياني حفظه الله وهداه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته. نعلمكم أن إيطاليا إذا أرادت أن تبحث معنا في أي موضوع تعتقد أنه يهمها ويهمنا، فما عليها إلا أن تتصل بصاحب الأمر ومولاه سيدي السيد محمد إدريس ابن السيد محمد المهدي ابن السيد محمد بن علي السنوسي رضي الله عنهم أجمعين، فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم أو رفضه، وأنتم لا تجهلون هذا بل وتعرفون إذا شئتم أكثر من هذا، ومكان سيدي إدريس في مصر معروف عندكم، وأما أنا وبقية الإخوان المجاهدين فلا نزيد عن كوننا جندا من جنوده لا نعصي له أمرا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يقدر علينا مخالفته فنقع فيما لا نريد الوقوع فيه، حفظنا الله وإياكم من الزلل، نحن لا حاجتنا عندنا إلا مقاتلة أعداء الله والوطن وأعدائنا، وليس لنا من الأمر شيء إذا ما أمرنا سيدنا وولي نعمتنا رضي الله عنه ونفعنا به بوقف القتال نوقفه، وإذا لم يأمرنا بذلك فنحن واقفون عندما أمرنا به، ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان والحبش والسبايس المكسرين. السبايس المكسرين يقصد بهم المجندين الليبيين اللي في الجيش الإيطالي. ولا نخاف حتى من السم الذي وضعوه في الآبار وبخوا به الزروع النابتة في الأرض، نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون، ونحن لا نريد لكم ما يدفعكم إليه النصارى، وظننا بكم خير، والله يوفقنا ويهدينا وإياكم إلى سبيل الرشاد وإلى خدمة المسلمين ورضا سيدنا سيدي إدريس رضي الله عنه، وسلام الإسلام على من تبع الإسلام. 13 من ربيع الثاني 1344 هجرية. عمر المختار. وهذه الرسالة يزكيها بيان عمر المختار الذي سنتطرق إليه فيما بعد. إذن اقتصرت العمليات في الجبل الأخضر في أدوار عمر المختار بعد وقوع هذه الأحداث في منطقة برق البيضة. يقول تروتسي أن عمر المختار شدد عملياته في الجبل الأخضر انتقاما للخديعة التي وقع فيها السيد الرضا، وانتقاما لنفي السيد الرضا إلى إيطاليا. وكما سنرى فيما بعد سيعود السيد الرضا من إيطاليا كشرط من شروط عمر المختار الأولية لقبوله بالمفاوضات التي حدثت في 1929. كما قلنا
اقتصرت العمليات الحربية في الجبل الأخضر أو في مناطق الجبل الأخضر وما جاوره. في هناك ملاحظة مهمة، إذا تصفحت العديد من الوثائق والروايات والأحداث تجد أن الحرب، حدوث العمليات الحربية واستمرار العمليات العسكرية في الجبل اللي تقوم بها المقاومة والأدوار السنوسية والمفاوضات كذلك أو الهدنة التي تحدث من حين لآخر، كلها تتعلق بإجراءات تتم في مصر بين السيد إدريس والإيطاليين. يعني لما يتصلوا بالإيطاليين ويطلبوا مفاوضات أو يطلبوا كذا، يصدر أوامر العمر المختار بالتهدئة، وكذلك إذا توقفت الاتصالات أو كذا يصدر أو يعطي عمر المختار الحرية في العمليات العسكرية، فتنشط حركة العمليات العسكرية ضد القوات الإيطالية. في 1929 استلم بادوليو حاكما عاما لليبيا، وصل إلى طرابلس وأرسل عن طريق وسطاء إلى عمر المختار يطلب التفاوض معه. عمر المختار طبعا في ذلك الوقت تزامن اتصال بادولي بعمر المختار، اتصالات جرت في القاهرة في فندق كلارنش أو في الإسكندرية تحديدا مع السيد إدريس، بدأت المفاوضات هنا وبدأت مفاوضات سياسية هناك والمفاوضات العسكرية ووقفت العمليات العسكرية، و اجتمع المندوب الإيطالي داود ياشي مع عمر المختار في نجع باشا العبيدي في جيجب، وعمر المختار اشترط قبل أن تبدأ هذه المفاوضات إحضار السيد الرضا من منفاه في إيطاليا، إعادة السيد الرضا رئيسه السيد الرضا من إيطاليا. وفعلا إيطاليا كبدا حسن النية أو لاسترضاء عمر المختار أحضرت السيد الرضا من منفاه من إيطاليا وبدأت المفاوضات. المفاوضات طويلة ومتشعبة، ممكن تجد تفاصيلها بشكل كبير في كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة، وبتسلسل الاجتماعات في الجيجاب وفي الجيجاب مرة أخرى وفي غاندولا وفي شليوني المرج وفي، وتوجد باجتماع سيد الرحومة الشهير. إيطاليا كانت تريد كسب الوقت، وعمر المختار كان ما دام محافظ، هو محافظ على تماسك الأدوار السنوسية، ما عندهش مشكلة في هذه المفاوضات. كان البريد بشكل يومي يسير بين السيد إدريس وبين قائده عمر المختار أو قائد العمليات العسكرية عمر المختار. تنقلت المفاوضات من مستوى إلى آخر، ولكن كانت كلها تصب في مصر في اتجاه واحد، وعمر المختار مصر على اتجاه واحد وهو أن لا يتم عزل الأدوار عن القيادة السنوسية الموجودة في مصر المتمثلة في السيد إدريس، لأن عمر المختار خشي أن تحدث لأدوار الجبل ما حدث لأدوار برق البيضة حين عزلت الأدوار هناك عن القيادة السنوسية وفاوض تروتسي زعماء الجهاد هناك وقادة الجهاد بمعزل، أو مشايخ القبائل بشكل أصح، بمعزل عن السنوسية رغم محاولة بوشديك بومازق وعبد السلام الكزة منع ذلك. وكانت إصرار إيطاليا على أن ضروري المفاوضة بدون السنوسية لإضعاف عزيمة هؤلاء المشايخ أو هؤلاء الزعماء. عمر المختار أصر في هذه المفاوضات، المفاوضات التسع اجتماعات أو عشر اجتماعات في الجبل الأخضر، أصر على أن لا مفاوضات بمعزل عن القيادة السنوسية، وهذا واضح في مراسلاته بين الإيطاليين، لدرجة أن لما حاول الإيطاليون الضغط على عمر المختار قال لهم يمشي مندوب من الدور من نينا ومندوب من الحكومة الإيطالية إلى السيد إدريس في مصر، وما يتفق عليه السيد إدريس مع هؤلاء مع المندوبين سنسير عليه نحن وأنتم، أنا ما عنديش كلام إلا ما يقر أميري السيد إدريس. لكن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وانهارت هذه المفاوضات، وأصدر عمر المختار بيان شهير في الصحف المصرية والشامية. هذا البيان يعتبر هو القول الفصل في هذه المفاوضات وفي علاقة عمر المختار بالقيادة السنوسية.
هذا البيان كما قلنا يلخص الوضع الذي كانت عليه الأدوار والوضع الذي صارت المنحة الذي صارت إليه المفاوضات. يقول عمر المختار بعد انهيار الهدنة وبعد إعلان الحرب، يقول عمر المختار في بيانه في ابتداء سنة 1348 أواسط 1929 خطبتني الحكومة الإيطالية بلسان ممثلها سعادة الوالي الماريشال بادوليو بتوقيف رحى الحرب وتقديم مطالبنا وتعيين محل مقابلة دولته، فحصل ذلك وتقابلنا بسيدر حومة واتفقنا على عقد هدنة مدتها شهران يراسل كل منا مرجعه، يعني بدول يراسل وزارة المستعمرات وأنا الراسل أميري، وفي أثناء المقابلة طلب مني تقديم مطالبنا اللي هو بدوليو وقال لي إنه مستعد لإرجاع أميرنا السيد محمد إدريس السنوسي إلى برقة إذا كنا نرغب في ذلك. ومن جملة شروط الهدنة التي قدمناها ما يلي: العفو العام عن جميع المجرمين السياسيين، يعني المدانين السياسيين سواء كانوا داخل القطر أو خارجه، وإطلاق سراح المسجونين لأسباب سياسية، وسحب كل النقاط المستجدة أثناء الحرب كذا كذا، ومدة الهدنة شهران وقابلة للتجديد. فقبل سعادة المارشال هذه المطالب ووعد بتنفيذها، وقبل انتهاء الشهرين أخبرت سعادة الوالي بواسطة وكيله شيشلياني بأن كل الزعماء الوطنيين قد اتفقوا على انتخاب أميرنا السيد محمد إدريس السنوسي، وهو ينتخب معه الرجال الأكفاء من أبناء طرابلس وبرقة. هنا عودة إلى بيعة طرابلسية التي أسلفنا الحديث عنها، لتولي المفاوضة مع الحكومة الإيطالية على مطالب الأمة الطرابلسية البرقوية المنحصرة في ميثاقها القومي، وهو تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية يرأسها زعيم مسلم، دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور البلاد، انتخاب الأمة مجلسا نيابيا يعني مجلس نواب، اللغة العربية الرسمية، المحافظة على شعائر الدين الإسلامي، العناية بالأوقاف وإدارتها من قبل لجنة إسلامية، العفو العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه، وتحسين العلاقات بين الأمة الطرابلسية البرقوية والدولة الإيطالية بمعاهدة خاصة يقرها الطرفان ويصدقها المجلس النيابي. يقول عمر مختار: وطلبت من الحكومة أن تراسل سيادة السيد محمد إدريس السنوسي حالا لاتخاذ الطرق المودية لإنهاء الحالات حاضرة بأحسن منها، فوعدني سعادته خيرا. وقبل انتهاء الشهرين طلبوا تجديد الهدنة بدعوى أن الوالي سافر إلى روما لعرض الأمر على الحكومة وإلى الآن لم يحضر. وهذا هكذا مددت الهدنة 10 أيام ثم 20 يوم، والآن الهدنة على وشك الانتهاء ولم أتلقى ردا من الحكومة عن عزمها بمراسلة أميرنا المشار إليه بأمر الصلح. وفعلا رأيت أن أخوض غمار الحرب وأن لا أركن إلى أي محادثة أو واسطة ولو من العائلة السنوسية إلا من اتفقت عليه الأمة وأودعته ثقتها اللي هو السيد إدريس، لأن هنا الطليان حاولوا أنهم يضغطوا أو يضغط على عمر المختار والتلويح باستخدام السيد الحسن الرضا. ويقول عمر المختار: لكن لا أدري لما تتجنب الحكومة الإيطالية مراسلة الزعيم المشار إليه اللي هو السيد إدريس، مع علمها تماما أن الحل والعقد بيده، فلو كانت تركن إلى الصلح حقيقة لما ترددت لحظة واحدة في مراسلته. وهذا أهم شيء من البيان، وهذا تلقاه محذوف في جميع المراجع التي تحدثت عن تاريخ تلك الفترة. وأما بقية البيان اللي هو كلام يعني مكرر تجده متوفر في جميع المصادر، لكن هذا الكلام المهم الذي يحدد أين كانت تكمن قوة الأدوار في قيادتها السنوسية. يختم عمر المختار البيان بصفة قائد القوات الوطنية في ساحة الحرب الطرابلسية البرقوية عمر المختار، هيك عشان نعرف أن قصة الوحدة وقصة الاستقلال باسم ليبيا فيما بعد وإنشاء الدولة الليبية لم يعني يرتكز
على مرحلة عظيمة من مراحل جهادنا في برقة، رأسها هذا الشيخ الفذ الصادق المخلص الجسور الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار. تحياتي إليكم، إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.